بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستشار الشباب والرياضة العربي مزوغ بمخيم الابتسامة لأطفال ولاية سعيدة، رئيس طالعة. المهم كان لنا الشرف العظيم أنه احتضرنا هذا المخيم، وكنا يعني فرد من الأفراد اللي شاركت يعني في إنجاحه، والفضل يعود إلى كل الطاقم المسير لهذا المخيم، من منظم إلى المدير إلى نوابه إلى رؤساء الطلائع وكذا، حتى العمال والمستخدمين بهذا المخيم. المهم كانت الفترة اللي احتضرنا فيها هذا المخيم كانت فترة يعني صيفية، وين أطفال سعيدة يعني كانوا معنا، ويعني وكانت المهام تاعنا صعيبة لأنه كان العدد شوية، يعني استضفنا أكثر من 1500 طفل من ولاية سعيدة من مختلف يعني بلدياتها، وكان الأمر صعيب لأنه رايحين نتعاملوا مع شرائح مختلفة من المجتمع، وخاصة كانوا معنا أطفال من مناطق الظل. لهذا نشكر سلطات المجلس الولائي لولاية سعيدة، وعلى رأسهم الأخ أمين عربي، اللي يعني كان له دور كبير يعني في إنجاح هذا المخيم، لأنه كان سهر معنا 24 ساعة على 24 ساعة، كان يعني منشغل بانشغالاتنا، كان يوفر لنا كل ما نحتاجه هنا في هذا المخيم. الشكر الجزيل لكم، لأنه كنا معكم في تسيير هذا المخيم، وبارك الله فيكم إن شاء الله يعني مزيد من النجاحات والتألق، وبارك الله في الجميع.